تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الأحد اللي يحبك الأحد، أول يوم في الأسبوع، بداية أسبوع جميل، أسبوع إيجابي إن شاء الله، يكون أسبوع جميل علينا كلنا إن شاء الله، نحقق فيه طموحاتنا ونحقق فيه أهدافنا. بمناسبة الطموحات والأهداف، أنا حابة أبارك لهيئة الصحة بدبي. أتوقع كثير منكم أمس شاف أن طلعت نتائج سعادة المتعاملين عن مختلف الهيئات والمؤسسات والقطاعات في دبي، وهيئة الصحة بدبي تم الإعلان أنها فازت بالمركز الثالث في سعادة المتعاملين. طبعا في نتائج دراسة مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي لعام 2019، عشان أكون دقيقة في المسمى، هو نتائج دراسة مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي لعام 2019. هذا طبعا هذا شكر كبير، الكلمات ما تقدر توفي الشكر والامتنان اللي احنا نشعر فيه تجاه كل موظف في هيئة الصحة بدبي. ما كان من استطاعتنا أن نوصل لهذا الإنجاز لولا عمل موظفينا، جهود موظفينا، تفانيهم. والتفاني ترى مفردة جدا 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 جميلة. لما أنا أقرر أن أنا أترك بيتي وأسير الدوام وأعطي وأتفانى وأقدم أكثر مما هو مطلوب مني، أكثر مما هو ما موجود في وصفي الوظيفي، العمل والتفاني في العمل مو معنى أنا أمسك وصف الوظيفي وأسويه بحذافيرة، لكن أن أعطي أكثر، أعطي من وقتي، أعطي من جهدي، أعطي من أفكاري، أعطي من اقتراحاتي، أسعى دائما لتقديم أفضل خدمة بأقصر وقت بأفضل جودة. كل هذه عوامل ساهمت في حصولنا على المركز الثالث، فهنيئا لهيئة الصحة، مبروك الفائزين. وهناك دائما مكان للتطوير، دائما دائما، حتى ليوصل المركز الأول أيضا يحتاج أنه يطور من نفسه، لأن شيخ محمد الله يحفظه قال من قبل أنه الوصول للمركز الأول مو معنى احنا نوقف، لازم نكمل، لازم نكمل ونطور من نفسنا، ما في شيء اسمه احنا وصلنا 100%. فهذه دعوة للجميع، لجميع الموظفين اللي يسمعونا اليوم في بداية هذا البرنامج، في بداية برنامجكم، برنامج صحة وسعادة، للعطاء والتفاني وبذل المزيد. ترى في النهاية احنا كي نخدم بلادنا، كل موظف صغر او كبر دوره في اي مؤسسة كانت، انت تخدم الوطن، انت ما تخدم مدير او مسؤول او ايا كان، تخدم انت الوطن كامل. فتخيلوا الجهود الصغيرة المتضافرة تخدم دولة الإمارات حتى نصل دائما إلى أعلى المراتب. طبعا في بداية البرنامج نصبح عليكم، هذه محدثتكم دكتورة ندى الملا، معي اليوم في الإخراج نمر محمد عابدة، ومعي في التنسيق ميرا المري. نكون معكم إن شاء الله على مدى ساعة إذاعية، ناخذ ملاحظاتكم، آراءكم، شكاويكم، وأرد أقول اقتراحاتكم. رحتوا أي مركز خدمة عندنا في هيئة الصحة بدبي وشفتوا خدمة جميلة لكن تحتاج إلى بعض من التحسين، ومثل ما قلنا هناك دائما مجال للتحسين، تحسون لو سوينا في هالفرق الصغير أو عدلنا في هالخطوة البسيطة رح يتحسن، تتحسن الخدمة، تستوي أفضل. اتصلوا فينا وقدموا الاقتراح، أو توجهوا إلى نظام الاقتراحات الإلكترونية التابع لحكومة دبي وقدموا الاقتراح لهيئة الصحة بدبي، أو روحوا إذا تابعين العيادات روحوا لمديرة العيادة قولوا أنا عندي اقتراح، قدموا الاقتراح. في أكثر من وسيلة لتقديم الاقتراح، دائما نعرف أن قنوات التواصل مو بس الشكاوي، الناس دائما تفكر أن أوكي هاي قناة تواصل معنا بس المشتكي، تقترح، تشكر، تقدم ملاحظة، كل هذه مع عن طريق نفس القنوات. عشان ما نطول على أسمى تريانا عن طريق الهاتف عشان تعطينا ما هو جديد السوشيال ميديا، شو استوى في السوشيال ميديا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وممكن تقولنا شو يتريانا في السوشيال ميديا خلال هالأسبوع. صباحك ورد يا أسمى. صباحكم الله بالنور والسرور دكتورة، عليكم على كل المستمعين إذاعة نور دبي، ونقول نبارك للجميع وأيضا اللي حصل المركز الأول المركز الثاني دي هو هيئة الطرق والمواصلات، ونشكر أيضا كل موظف ساهم، مو بس الموظفين دكتورة،
حتى المتعاملين، نشكر كل متعامل وثق في خدماتنا، نشكر كل متعامل قدم مقترح ساهم في سعادة متعاملين آخرين. أحيانا يعني نحن لما نقترح نساهم في تغيير وايد من الأشياء، نغير الخدمة بشكل كبير. ملاحظاتهم أيضا اللي كانت توصلنا، نحب نأكد أن كل الملاحظات نأخذها نحن بعين الاعتبار حتى في قنوات التواصل الاجتماعي. فالناس أحيانا تكتب في السوشيال ميديا، لكن نحن حتى اللي في السوشيال ميديا نحن نأخذ بعين الاعتبار ونشكرهم على ثقتهم الكبيرة فينا. أيضا طبعا يوم أمس كان كل السوشيال ميديا عبارة عن يعني مؤشر الأداء، أداء السعادة والمتسوق السري في السوشيال ميديا في كل قنواتنا. لكن أيضا نحن عندنا الموظفين كانوا مشاركين أمس في فعالية تحدي المغامرات اللي كانت مجلس دبي الرياضي، كان موجود تقريبا شاركوا فيها أكثر من 400 رياضي ورياضية، ومن ضمنهم كان عدد كبير من موظفينا. الحلو نحن نحاول نثبت أيضا أن كونك أنت تعمل في قطاع صحي، لازم نحن أيضا نركز على صحة الموظف نفسه، المشاركة في الألعاب الرياضية، المشاركة النشاط البدني جدا مهم. نحب نأكد أيضا على خدمة طبيب لكل مواطن، إذا حد حس أنه مثلا حس بتعب، حس أنه يحاول أو يبغى يتواصل معه أو يروح المركز الصحي لكن حس موضوع مش طارئ، ممكن يتواصل معنا على 8342 ويتواصل مع الطبيب مباشرة عن طريق تطبيق هيئة الصحة بدبي. ممكن يشوف الاستشارات كلها عن طريق الفيديو أو عن طريق الصوت، وهذا راح يوفر كثير، حتى ممكن ما يحتاج حتى يطلع من البيت. وإذا كان محتاج أي دواء، الدكتور في طبيبية المواطن راح يتصفى في السيستم، كل اللي بيحتاج إنه هو يروح يأخذ دواء ويرجع البيت. ممتاز. فهاي الخدمات نحن نوفرها، وهالأشياء اللي كنا نتكلم عنها في قنوات التواصل الاجتماعي في عبرة نهاية الأسبوع، ونختمها بالرسالة الصباحية اللي تقول الخطوة الأولى دائما تكون الأصعب. ابدأ ولا تخف، تميز ولا تجعل التردد يفسد عليك نجاحك. البداية دائما صعبة، فدائما لما الواحد يبدأ بشيء يشك، يعني أنا ماشي صح وماشي صح، لكن انت كمل وان شاء الله النجاح راح يكون حبيب كل انسان يفعل النجاح، ودمتم بصحة وسعادة. وانت بصحة وسعادة يا اسم حبيبتي، شكرا لك، نهارك سعيد. من فقرة السوشيال ميديا نتوجه الى فقرة التغذية. اليوم فقرة عنوانها ملفت للانتباه، شو تقول؟ اسمعني يا نمر، تقول لك حارب الدهون بالدهون. ايوه هذا موضوع مهم. الحين بنشوف اخصائية التغذية عايشة رميثي كيف نحارب الدهون الشريره هذه، الدهون والكربوهيدرات، والله اثنيناتهم اشرار، بس كيف نحاربهم بالدهون؟ احنا هني السؤال. صباحك ورد يا عايشه. سرور، اهلا فيك. الحمد لله بخير. الحين هني السؤال، شو الدهون اللي تحارب الدهون؟ طبعا احنا نقصد بالدهون اللي نحاربها، نقصد بها مستوى الكوليسترول في الدم، وخصوصا الكوليسترول الضار. طبعا أول شيء بنعرف شو هو الكوليسترول، إنه هو مركب موجود في كل خلية من خلايا الجسم، يقوم الجسم باستعماله لبناء خلايا جديدة ومعافاة لإنتاج هرمونات ضرورية. إذا كان مستوى الكوليسترول في الدم مرتفع، بتكون هناك ترسبات دهنية داخل جدران الأوعية الدموية، وبذلك ستعيق حركة تدفق الدم بشكل طبيعي. إذا جينا عن كيفية تشخيص الكوليسترول، طبعاً تشخيص الكوليسترول يكون عن طريق فحص الدم. حاليا بنعرف شو هي الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى ارتفاع هذا النوع من الكوليسترول. أول شيء ممكن نقول إن أكثر شيء هو متعلق بنمط الحياة، ومن أهمها الأشياء اللي هو قلة النشاط البدني، عندنا الوزن الزائد، عندنا إذا كان هذا الشيء عندهم وراثي في العائلة، عندنا الأشخاص المدخنين قد يكونون أكثر عرضة لغيرهم بالإصابة بمرض الكوليسترول، الأشخاص اللي أوردي مصابين بارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري ممكن يكونون أكثر بعد عرضة للإصابة بأمراض الكوليسترول. إذا جينا أن كيف نحارب الدهون بالدهون، طبعا هذا الشيء يكون من خلال تناول الدهون المفيدة الغير مشبعة اللي نجدها في بعض الأطعمة، مثل زيت الزيتون، الأسماك الدهنية التي تكون غنية بالأوميجا 3 مثل السلمون، عندنا المكسرات، الفول السوداني، عندنا الأفوكادو،
والبذور مثل بذور الكتان وبذور الشيا. بالإضافة إلى طبعا إذا استهلكنا الدهون المفيدة نحتاج أن احنا نسوي أشياء ثانية معها، بالإضافة إلى أن احنا ننصحهم ممارسة الرياضة، الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة مثل الأطعمة اللي تكون فيها زيت النخيل بكميات كبيرة أو زيت جوز الهند، ويفضل أيضا الابتعاد عن الأطعمة الجاهزة والمعلبة لأنها تحتوي على كمية كبيرة طبعا من الكوليسترول. وننصح باستهلاك الأطعمة المكونة من القمح الكامل لأنها غنية بالألياف، بدورها تحافظ على صحة القلب وتحافظ على مستويات الكوليسترول الطبيعية في الدم. فبشكل عام الكوليسترول دائما متعلق بنمط الحياة نقدر نقول. نعم. أستاذة عائشة، في كثير من الناس تسألنا لما تيجي العيادة عن الكوليسترول المفيد والكوليسترول الدهون المفيدة والدهون الغير المفيدة، فدائما تسألنا هل هناك طرق معينة نرفع فيها الدهون المفيدة لحمايتهم من أمراض القلب وغيرها، فحن دائما نصحهم بالرياضة والأكل، شو الأكلات الغنية أكثر بالدهون المفيدة ممكن واحد يأخذها؟ إذا اتبعتي اللي هو أو خدتي الدهون اللي هي تكون عالية بالأوميجا 3 مثل ما خبرتك اللي هو المكسرات أو البذور، هاي دائما تكون عالية بالأوميجا 3، فمجرد ما احنا ناخذها مع ممارسة الرياضة يبدأ الدهون أو الكوليسترول الجيد يرتفع عندهم. شو الكمية اللي مفروض ياخذونها وأي نوع من المكسرات يعني مفروض ياخذونها؟ هل في مكسرات فائدتها أكثر من مكسرات ثانية، لازم تكون مكسرات مثلا مملحة أو تكون المكسرات النيئة؟ يفضل دائما طبعا هتكون غير مملحة بالنسبة للمكسرات وغير محمصة، والمقدار اللي ننصح به دائما يكون مقدار حفنة اليد. يعني مو بأكثر عن هالشيء لأنه هو في النهاية دهون فممكن تسبب زيادة في الوزن بعد إذا استهلكتها بكمية كبيرة. ممتاز ممتاز، شكرا لك أستاذة عائشة رميتي اختصاصية التغذية بهيئة الصحة بدبي هذه المداخلة بخصوص حارب الدهون بالدهون. شكرا لك، نهارك سعيد. مع السلامة. مع السلامة. طبعا أنا دائما أقول لنفسي، لعيالي، لمرضاي، وحتى في صحة وسعادة دائما أقول كل شيء باعتدال زين. ما في شيء اسمه أن أحرم نفسي تماما من أي شيء. شوفوا حتى الدهون الضارة في جسمنا نحاربها بالأكل، بنوع أكل، نوعية معينة من الأكل، لكن ضمن كميات محددة. فهذه رسالة لكل حد يقرر أنه يتبع نظام غذائي قاسي، يشطب بعض المواد الغذائية من نظام الغذائي. ليش؟ على افتراض أن هذه غير صحية، أن هذا مو صحي وفي أشياء ثانية صحية. أنا دائما أقول أن كل الأكل عبارة عن نعم، عبارة عن نعم ورزق. فليش أنا أشطب وأشيل أنواع من الأكل من النظام الغذائي؟ لأن في حد سوى عليه الليبل أو سماه مسميات غير صحيحة أنه أكل غير صحي. حتى ترى ما يصير الجمعيات أو سوبر ماركت وايد أزعم لاقي قسم محطوط عليه الأكل الصحي. يعني أوكي، هل معنى كامل الجمعية هذه أكل غير صحي؟ هذا شيء غير صحيح. كل الأكل صحي إذا خذته أنت بالطريقة الصحيحة. مثلا المعكرونة، ناخذ أبسط مثال، المعكرونة أبسط شيء موجود في كل البيوت. المعكرونة هي كمعكرونة هي صحية. ليش؟ لأنها تعطينا كربوهيدرات. إذا حضرناها بالطريقة الصحيحة معناها شو؟ معناها سلقناها، سويناها مع صلصة طماطم شوية، مع شوية لحم، مع شوية دياي، تعطينا منها فيتامينات، ناخذ منها بروتينات، نحط فيها خضرة، بروكولي وغيرها، تعطينا ألياف. هذه عبارة عن أكل مغذية. لكن نفس كيس المعكرونة إذا أنا أخذتها بكمية أكبر، رقم واحد. رقم اثنين، ضفت عليه أجبان 3-4 أنواع، وطبعا الحين موضة الناس تخلط تسوي كوكتيل الأجبان، هذا كوكتيل من الأجبان وبشاميل وغيره، هذا راح يخلي نفس الطبق اللي أنا كان ممكن فيه 100-150 سعرة حرارية، اللي كان بس بصلصة طماطم وفي دياي، صدور دياي مقصصة ومشوحة وشوية بروكلي، يمكن أتوقع 150 سعرة حرارية يعطينا 200، إلى طبق يمكن فيه 600 سعرة حرارية، نفس كيس المعكرونة. أنت تقرر كيف تبى تاكل. وأرد أقول حتى لو أنتم الناس مثلا تحبون البشاميل، أيضا ما في شيء اسمه أنا أحرم نفسي. إذا قررت تاخذ مثلا معكرونة بالبشاميل، خذوا بورشن وايد أقل، كلوا كمية وايد أقل، وحاسبوا إذا بتاخذون صحن في بشاميل خلوا الكمية قليلة، لا تحطون فيه وايد أجبان، 3-4 أنواع أجبان، لأن الأجبان جدا تزيد سعرات الحرارية، وحاسبوا أنكم راح تلغون شيء ثاني. مثلا انت متعود مثلا تاخذ سناك العصر قطعه كيك او قطعه شوكولات، لازم توازنون في السعرات الحراريه عشان ما تتجاوزون كميه السعرات الحراريه تستهلكونها خلال اليوم. احنا راح نطلع ان شاء الله فاصل، بعد الفاصل راح نواصل. صحه وسعاده. صحه وسعاده.
ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. التواصل على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006. طبعا حققت هيئة الصحة بدبي طفرة نوعية على مستوى الخدمات الدوائية التي توليها الهيئة جل اهتمامها، وتحرص بشكل متواصل على تقديمها وفق أرقى المعايير وضمن المواصفات المعمول بها عالميا، مستندة في ذلك إلى أحدث التجهيزات والتقنيات الذكية الفائقة. لم تكتفي الهيئة بنشر وتعميم الصيدلية الذكية في مجموعة من منشآتها الصحية، طبعا تشمل مستشفيات هيئة الصحة ومراكز الرعاية الصحية الأولية اللي موجود في مركز ند الحمر. وهل لم تكتفي بهذا فحسب، بل توسع في توظيف الحلول الذكية في المحافظة على مأمونية وجودة الأدوية، وامتد التطوير إلى إضافة المزيد من السهولة واليسر للحصول على الخدمات الدوائية بإطلاق مبادرة دوائي المعنية بتوصيل الدواء للمنازل بالمجان، إلى جانب مبادرة تبني أحدث أنظمة تتبع وتعقب الأدوية في العالم التي جاءت لتتكامل مع نظام الباركود الذي نفذته الهيئة مطلع يناير 2017. نتكلم عن هالموضوع وكافة الجهود المبذولة من قبل هيئة الصحة بدبي للتأكد من مأمونية وجودة الأدوية. يسرنا يكون معانا عن طريق الهاتف الدكتور علي السيد، مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية في هيئة الصحة بدبي. صباحك ورد دكتور علي. صباح الخير دكتورة. أهلا فيك دكتور. نبتدي ما شاء الله مبادراتكم ما شاء الله كثيرة. نبتدي بأول مبادرة اللي هي مبادرة دوائي، متى بدأت وشو النتائج اللي وصلتوها لليوم؟ مبادرة دوائي اللي هي توصيل الدواء من المنازل بدأت حوالي من تقريبا شهر، وطبعا الحمد لله طبعا تم توصيل حوالي أكثر من 120 لين الأسبوع اللي فات، أكثر من 120 توصيل المنازل. الهدف منها تكون عبارة عن صيدلية متنقلة تنتقل إلى المنزل بوجود صيدلاني يقوم بشرح الدواء للمريض وإعطاء التعليمات كاملة، يعني كان نحول نخلي المريض يعيش كأنه هو في المستشفى، يعني يعيش الجو اللي هو في المستشفى مقابل الصيدلية. نعم. يأخذ الدواء وهو في منزله أو في مكتبه أو في أي مكان هو يطلبه، يكون في أي وقت يحتاجه. الهدف من هذا طبعا أول شيء تسهيل الوصول للمرضى، تسهيل عملية العلاج، عدم مضيعة الوقت لهم، زيادة طبعا رضا العميل وسعادتهم. هذا كله طبعا يعطي محصلة إيجابية، يصل إن المحصلة العلاجية تكون أفضل لأن التزامه بالدواء يكون أفضل، تحصيله للعلاج يكون أفضل، نصل إلى مجتمع خالي من الأمراض، مجتمع مثقف متعلم يعرف كيف يستخدم أدويته والوصول يعني. فهذه طبعا هي أشياء علمية إن في الآخر نصل إن في محصلة علاج معناتها في نقلل من زيارات اللي هي للمريض للمستشفى للأطباء، يعني كل هذه تعطي حتى مجال للأطباء أنهم يكون مرضى أكثر وتمت يعني تخصيص أوقاتهم الثمينة لأشياء مهمة جدا، بالإضافة إلى نقلل من يعني معاناة المرضى وانتظارهم في المستشفى وتنقلهم ومضيعة وقتهم أو حتى يعني خروجهم من العمل أو عشان بس تحصيل الدواء، بحيث أنه الصيدلاني بالسيارة المتنقلة اللي هي مجهزة تجهيز كامل يصل إلى المكان اللي يحتاج اللي يطلب المريض ويعطيه الدواء ويشرح له الدواء بشكل كامل ويكون معاه لأي سؤال أو إجابة أي سؤال يطلبه المريض. فبهالأسلوب يكون يعني إحنا وصلنا للمريض زين، وصلنا للمريض و يعني بشكل كامل. وصلنا إليه وعلمناه وأعطيناه كل شنو اللي يحتاجه. نعم. من دواء من ثقافة من تدقيق. ممتاز. هذه عبارة عن صيدلية مجهزة متنقلة كاملة مع يعني صيدلاني مميز يقوم بدور بشكل كامل في التدقيق الصحي. ممتاز دكتور علي.
أيضا من ضمن المبادرات اللي أنتوا سويتوها مبادرة الدواء سلامة وعطاء، ما شاء الله مبادرة قديمة من 2017، بس من المبادرات اللي نسميها المستدامة اللي ما شاء الله دائما تكون موجودة. فنتكلم شو عن هالمبادرة، وهل فعلا جمعت الهيئة أدوية بقيمة 12 مليون درهم العام السابق؟ وأيضا نبغى نذكر الناس كيف ممكن يعني يشاركون في هالمبادرة، وشو مصير الأدوية اللي هم يجيبونها؟ طبعا هيئة الصحة بقيادة معالي السيد القطامي وبالتوجيهات الرشيدة للحكام طول عمرهم، طبعا تتوجه أول شيء أهم شيء عندها هي طبعا توجهات مجتمعية وتوجهات منها اللي هي كانت وضع يعني توصيل الدواء للمجان للمنازل هي طبعا مجتمعية، بالإضافة إلى هذه اللي هي دواء سلامة وعطاء، هي توجه يعني كان من هيئة وتوجه فريد من نوعه عالميا، بحيث ان احنا اليوم عندنا جزئيتين، الجزئية الاولى ان الدواء هو عبارة عن يعني ممكن يكون يتحول الى سم قاتل اذا كان لم يستخدم في الشكل الصحيح، او فالمرضى يكون عندهم ادوية قبل الادوية تكون منتهية الصلاحية او مثلا ما محصول في الشيء بشكل صحيح فاختربت الادوية كلها هذه، فما طبعا في يتخلصون منها التخلص غير سليم، يكون مثلا الدواء هذا يرمونه في الحاويات او في المجاري كلها تاثر على البيئه، زائد ان في ادويه تكون فائضه عن الاستخدام، مثلا طبيب كتب لهم دواء بعدين والله توقف الدواء واستخدم دواء ثاني فصار فائض عندهم ادويه في البيت النازل، هذه الادويه ممكن تكون خطيره على الاطفال اليوم، هم استخدام خاطئ يستخدمون أدوية منتهية الصلاحية أو أدوية بعض الأدوية إذا كانت منتهية الصلاحية تؤدي إلى أعمار ثانية استخدامها، فكل هذه الأشياء طبعا سواء دواء فائض هو صالح للاستخدام أو دواء منتهي الصلاحية أو غير صالح للاستخدام، الهيئة قامت بهذه المبادرة بحيث تحصل على الأدوية التالفة منتهية الصلاحية وتتخلص منها بالشكل الصحيح بحيث أنها تحمي المجتمع، تحمي المنزل، تحمي الأسرة، تحمي البيئة من أي خطر، إذا تخلص منها معناته يحمي أطفالهم، يحميهم هم من أي خطر على صحتهم على حياتهم، هذا شيء واحد، ويحمي البيئة إنه بحيث أن يتم إتلاف السليم الصحيح، لأن البيئة مهمة جدا، أنا عندي حيوانات في البيئة، عندي نباتات في البيئة، عندي جو، عندي هواء، كل هذه أشياء مهمة جدا أحافظ عليها. الشيء الثاني طبعا اللي هو البيئة اللي هي فائضة عن الاستخدام، الأدوية الفائضة عن الاستخدام هي تقوم الهيئة بتحصيلها وطبعا إعطاها للجمعيات الخيرية بحيث يستخدمها الناس المحتاجين لها، فأهني أنت عندك مجتمع يعني مترابط تكون بأن يأخذ من يعني نأخذ من الإنسان اللي ما محتاج ونأخذ الإنسان المحتاج، فصارت الهيئة هي الوسيط لهذه المبادرة، زين هي اللي تقوم بأخذ الدواء من الناس اللي هم عندهم فائض منه ويعطاهم للناس اللي هم محتاجون إليه. نعم. فصار عندي الدواء سلامة، حافظت على سلامة المجتمع، سلامة الأسرة وسلامة البيئة، وأعطاه هي أخذت من المجتمع الفائض منه وأعطته للناس المحتاجين منه للجمعيات الخيرية. ممتاز. لذلك سميته، وإحنا الحمد لله حصدنا بحوالي 12 مليون وأعطيناهم الجهات الجمعيات الخيرية، وإن شاء الله المبادرة هي مستمرة بنجاح ونجاح ونجاح، وطبعا إن هو إحنا أي صيدلية الشخص ممكن يقوم يسلم أدويته إليه، والحين لما في توصيل المنازل أيضا ممكن يسلمها للشخص للصيدلي اللي بيوصل للبيت، ممكن يقول له والله أخذ هذا الدواء ودي وياك المستشفى. ممتاز دكتور علي، بس عشان نذكر المستمعين ان اللي عنده الادويه الفائضه او المنتهيه الصلاحيه او غيرها يقدر يتوجه فيها لاي صيدليه موجوده في هيئه الصحه. ممكن والحين بتوصيل للمنازل ممكن هو وصل الدواء يعطيه، يقول لي اذا انا ممكن واحد والله في دواء اليه وصل للدواء الصيدلاني، انا عندي دواء فائض اخذ الدواء ودي وياك المستشفى، ياخذ انا بعدهم في البيت يعني من بيته ياخذ عني ودي. ممتاز. لو وصل لي دواء في توصيل الدواء للمنازل الدوائي ممكن يرجع لي أدوية اللي هي الفائضة أو القديمة أو المنتهية صلاحية. ممتاز. يعني يستلمها عنه في البيت. ممتاز. دكتور علي، نتكلم عن نظام المتابعة الدوائية الذي أطلقته ومتى سيبدأ تفعيله؟ نعطيهم شوي نبذة عن ما هو نظام المتابعة الدوائية.
نظام هو تراك اند تريس. هذا النظام نظام عالمي، هيئة الصحة قامت به بشكل يعني بدور مهم جدا. هي هدفها أول شيء طبعا هو أول هيئة حكومية تقوم به، أو أول هيئة في الشرق الأوسط تعنى بهذا الشيء. هو تراك اند تريس عبارة عن اللي هي السيريلايزيشن، يعني هي الترميز كامل، مش بس الكودينج باركودينج، لا، الدواء يخرج من المصنع برقم، بكود معين، برقم معين، تسلسل معين، ومحفور على العلبة، زين، تصل إلى المريض نفسه. فهنا أنا عندي متابعة للدواء، وين من وين طلع عارفنا، وين وصل عارفنا، إلى أن مين أخذها عارفنا. يعني لو أنا حبيت أي علبة أعرفها وين راح، من وين طلعت، وين وصلت، نعم، زين، أعرف أتتبع حتى المريض اللي أخذ العلبة نفسها. فكل علبة لها ترميز خاص بها، لها رقم خاص بها ومحفوظ فيها، يعني ممكن مثلا تقليدة أو غشة أو شيء. فأنا أعرف أنه يطلع من المصنع، طلع من المصنع الفلاني في الدولة الفلانية في البلد الفلاني، وصل إلى الدولة هنا، وصل إلى المريض نفسه. فعندي متابعة كاملة لأي حركة لأي دواء. يعني مثلا ممكن أنا مثلا لو حبيت أستدعي دواء معين، أعرف وين أي دواء، أي هذا الدواء وصل لأي واحد. شيء ثاني هني طبعا هذه متابعة كاملة لحركة الدواء، ومتابعة طبعا يعني علمية، ومتابعة فنية وذكية للدواء. هذا شيء واحد. شيء ثاني أن أنا هني أحافظ طبعا، أحمي المرضى من أي دواء مغشوش، لأن أي دواء الحين إحنا اليوم عندنا أدوية موجودة في السوق، مثلا ممكن قد تكون ما نعرفها هي موجودة بشكل صحيح، أو في غش دوائي، في كاونترفيت. اليوم الدواء هذا لما يطبق، لما النظام هذا لما يطبق، معناته أنا حميت الدولة، المجتمع كامل، من أي دواء يدخل في البلاد يكون مغشوش. إذا أدوية الغش في الدوائي كبيرة جدا، وفي شركات كثيرة تعاني منها، وفي مرضى كثيرة يعانوا منها، والمجتمعات تعاني منها. إحنا هني حمينا المجتمع من الكاونترفيت كامل، لأن أنا عارف أي دواء يخرج من المصنع، أنا متابعينه إلى أن يصل للمريض، عارف أن هذا حتى من في السوق متابعينه، عارف أن هذا الدواء هو الصحيح، هذا اللي هو السليم، هذا الدواء الأصلي اللي طالع من المصنع. بهالأسلوب حميت المجتمع، عرفت كيف وصل الدواء، أين وصل الدواء، عندي تتبع، وعندي داتا كاملة استخدام كل دواء. بك أنا أطلع داتا كاملة، الدواء الفلاني مين استخدمه، مين استخدمه، كيف استخدمه، شو استخدمه، شو تفاعله، شو آثار جانبية، شو آثار إيجابية، شو يعني نتائجه، كل شيء. فعندي يعني نظام ذكي كامل يبدأ من المصنع إلى فم المريض. ممتاز ممتاز. أنا شاكرة لك دكتور علي السيد، مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية، مداخلتك اليوم بخصوص كافة المبادرات اللي أطلقتها هيئة الصحة بدبي لتأمين للحرص على مأمونية وجودة الأدوية. شكرا لك، نهارك سعيد دكتور. شكرا لك دكتور. شكرا. احنا نطلع إن شاء الله فاصل، وبعد الفاصل نواصل. صحة وسعادة. صحة وسعادة، ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. للتواصل 600-551-414، والرسائل النصية على 4006. من بين الأقسام الطبية الناجحة والمتميزة في مستشفى راشد، طبعا مستشفى راشد بكبرى هو عبارة عن منظومة ناجحة، من مركز الإصابات للعيادات لقسم إدخال المرضى للصيدلية الذكية اللي عندهم. لكن أحد هذه الأقسام يأتي قسم الأوعية الدموية، الذي يحظى بنخب طبية وكفاءات بشرية وتجهيزات عالية المستوى، مكنته من إجراء مختلف العمليات الجراحية الدقيقة المتصلة بأمراض الأوعية، ومنها الدوالي وغيرها. حول هذا القسم اللي هو قسم الأوعية الدموية، شو الخدمات اللي قدمها، شو تطور اللي استوى فيه، يصير يكون معانا اليوم عن طريق الهاتف الدكتورة دينا القدرة، استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية في مستشفى راشد. صباحك ورد دكتورة دينا. حياكم الله دكتورة ندى، صباحكم ورد وصحة وسعادة.
معكم اليوم من مستشفى راشد وعبر الهاتف. شكرا لك دكتورة. دكتورة أوشي، نعرف المستمعين ما هو قسم الأوعية الدموية، شو الخدمات اللي قدمها، الكادر البشري الموجود، التجهيزات اللي عندكم، نبدأ عشان ناس يكون عندها علم أكثر بهذا القسم الرائع. نعم، احنا قسم الأوعية الدموية هو القسم الوحيد في مستشفى راشد على مستوى الهيئة. فكأطباء احنا موجودين 7 أطباء في هذا القسم على مستوى، خلينا نقول مستوى القسم الأساسي في مستشفى راشد. وطبعا بما ان عندنا قسم الإصابات والحوادث والطوارئ في راشد يعتبر المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط، وبالتالي دور القسم مهم جدا في تغطية الحوادث المرورية اللي صاحبها تهتك أو انفجار في الشرايين والأمور هاي. فهاي أهم الخدمات اللي احنا نقدمها، اللي هي على مدار الساعة طول السنة طول الأسبوع تغطية الحوادث السير وحوادث العمل اللي ينتج عنها مثل ما قلنا انفجار في الشرايين مثلا، أو كسور يصاحبها مثلا انقطاع في الدورة الدموية والأمور هاي. مرضى القلب اللي يجون عندنا مثلا بعد عندهم جلطات في الريل، جلطات على الدماغ، جلطات في الأوردة، هاي كلها تعتبر الأشياء اللي جدا طارئة يستلزم وجود التغطية الطبية أو كشف الدكتور على المريض خلال خلنا نقول 10 دقائق إلى نص ساعة ماكسيمم. وبالتالي طبعا التغطية تكون من الحوادث ومن ثم إلى قسم العمليات أو قسم القسطرة اللي هو مجهز بأحدث المعايير وكل الخدمات متوفرة والحمد لله. ويتم يعني خلال هاي الخدمة إنقاذ أرجل، إنقاذ إيد، إنقاذ طرف، وايد من الحوادث الحين طبعا مع وجود الجو الرائع نسأل الله أنه يحمي كل الشباب والمرضى يروحون البر مثلا تستوي لهم إصابات. يعني سبحان الله كم من حالة يتنا قطع في ساق أو قطع بتر يد كامل يتم توصيلها في يعني في زمن قياسي جدا حتى تسترجع الساق أو الطرف يعني عملها ووظيفتها. ممتاز. هذا واحد. الخدمات الثانية اللي تتم عن طريق العيادات الخارجية، وهي خدمة الحالات اللي خلينا نقول مش طارئة، تشمل دواري الساقين، يمكن هاي من أهم الخدمات اللي احنا نقدمها، وأكثرهم من العنصر النسائي. وسبحان الله هالمجال يعني يخدم وايد الحريم اللي يشتكون من دواري الساقين. أحب أني أنا أنوه إلى موضوع يعني دواري الساقين، هاي شيء مهم جدا لأن وايد الناس يمكن ما يعرفون عن خدمات الأوعية الدموية فيما يخص دواري الساقين بالنسبة للحريم خاصة. فينا المريضة إلى عيادات الأوعية الدموية، من خلال العيادة اللي عندنا نكشف على المريضة في نفس العيادة. الحمد لله عندنا مختبر أوعية دموية كامل مجهز بكل الأجهزة الحديثة، أهمها جهاز السونار اللي عن طريقه نسوي فحص وكشف بالموجات الصوتية الملونة للمريضة للساقين. من خلالها نعرف مثلا درجة الدواري، ترى الدواري تتدرج من بسيطة إلى متقدمة مثلا حسب درجة الدواري. على طول في نفس الجلسة المريضة ترد حق الدكتور يناقش وياها السونار اللي سوته. نعم. ونحط الخطة العلاجية لهذه المريضة، سواء بتروح مثلا إلى العملية الجراحية اللي هي بعد عندنا كل الوسائل متوفرة بما فيها الجراحة بما فيها الليزر التردد الكهربائي، أو إذا كانت يعني درجة بسيطة نسوي الإبر اللي هي حقن الدواري البسيط بالإبر العلاجية، وهذا كله متوفر في مستشفى راشد. ممتاز. دكتورة دينا طرحتي موضوع جدا مهم له الإصابات اللي تحدث في البر، بما نحن ما شاء الله موسم والناس تلاقينا معظمها تخيم ويركبون هذا ما أعرف أسامي البانجيات والدراجات وغيرها، فتخبريني شوي شو أكثر الإصابات اللي تصل بسبب حوادث البر، وشو سببها يكون في العادة، وشو ممكن ننصح الناس عشان ما توصل مثل الحالات وما تخترب عليهم طلعة البر بدل ما يستانسون يون في الطوارئ والمستشفى ويكون عندهم حوادث لا سمح الله. نعم. تلاحظين طبعا أكثر الشباب اللي في البر يستخدمون الدراجات الدراجة
الكهربائية الكبيرة هاي. أيوة ولا هاي البقيز، أيوة الرباعية. نعم. فهاي طبعا في بعضهم يطلعون تلال الرمل ويعني يكون قمة السعادة بالنسبة لهم، ولكن سبحان الله هاي عبارة عن يعني قنبلة موقوتة، خلنا نقول. صحيح. هي سبحان الله سلاح ذو حدين، أنت تسرع فيها أو مثلا تقودها بطريقة يمكن متهورة شوي، غير إن بعض الأحيان يشلون أكثر من شخص، وهاي يعني عكس معايير السلامة. أنت صح. مثلا هاي حق فرد واحد، هم عشان يستانسون يركب واحد يركب الدراجة، ثاني ربيعه ولا أخته ولا كذا يركبون مع بعض مثلا، أو يشلون أطفال وياهم، يتحسب إنه والله أنا جيب يعني بيستانسون، وسبحان الله تنجذب السالفة إلى دراما. وهاي هاي الشيء اللي احنا دائما ندعيهم يعني بالسلامة حق كل حد، وبالعكس انها تكون يعني واحدة من البنات كانت يعني تين ايجر يعني عمرها 16-17 سنة، سارين كانت اجازة العمر ما انسى هذا الموقف، اجازة العيد الوطني، فسبحان الله مستانسين ومسوين حفلة ومسوين باربيكيو هالأمور هاي، وانجلبت الأمور رأسا على عقب. يتنا الساعة 12 في الليل البنت ايدها مبتورة تماما من مستوى الكتف بسبب انقلاب الدراجة عليها؟ الدراجة هاي كلها هي نطت من رمل طلع، وكان الجو كأنه ليل مو بشايفين، هي كلها رمل تنجلب كامل، البنت طارت فوق وهي كانت طاحت على الرمل، والدراجة هاي كلها بوزنها على إيدها فانبترت الإيد. فشوف سبحان الله شيء يعني أنت تتخيلين أنا والله لا أنا حريص جدا، أنا عندي مهارة، أنا أسوق، أنا أطلع سفاري، أصعد، ما أدري شو، أنا ما عمري صار لي شيء، ترى ما يطيح إلا الشاطر. صح. وسبحان الله هذا اللي صار. هي فهاي الحوادث التينة، وأكثرها طبعا موسمية حسب شو الموسم شو الجو فشي يعني. والحين طبعا مهرجان والأمور هاي، طبعا حتى الشوارع حوادث السير، الواحد يعني ينوه إذا ينتبه صف وايد زين إنه على معايير السلامة في هاي الرحلات وفي هاي الأجواء. صحيح. شو ممكن نعطي نصايح عشان مثلا في لبس مثلا يلبسون لبس معين، مثلا دائما نركز مثلا يلبسون الخوذه، ان التزام مثلا بالعمار، انا احس اشوفهم حتى في البر ما يلتزمون مثل ما تفضلتي دكتوره بالعمر المفروض انه هو على الدراجه، يعني تلاقي المفروض ان يكون مراهق او 12 13 سنه يكون راكب الدراجه، تلاقين اطفال اصغر راكبين الدراجه الكبيره جدا. فنبارة سالم منك من يعني لان انت تشوفين الحالات الواقعيه، يعني هم مثل ما قلتي ما في شيء اسمه انا شاطر وانا ما بيستوي فيني، فنبارة سالم منك توعي للاهل عشان ما تسوي مثل الحوادث. الاهل لا يجب عليهم انهم يعني يخلون عينهم على عيالهم لما يكونوا مثلا في هاي الاجواء، يكون في مكان يعني الى حد ما امن. الحمد لله الحكومه حتى مثل ما كنا نعرف حدث شوي من القوانين، اصبحت مقننه استخدام هاي الدراجات وفي اماكن معينه. انا شايفه حتى في صوب الخوانيج استوت تلال الرمل شوي مسحوها، فصارت المنطقه اللي يلعبون فيها شوي يعني مسطحه اكثر من مكان مثلا تلال الرمل. فالمفروض انه يكون على الاقل هالامور يعني صدق في كنترول على الشباب، لانه بعد فترة خلاص ياخذهم الاندفاع والتهور فينسون عمارهم سبحان الله. فغير انه يلبس الخوذة اذا فيها حزام في هاي السيارات، اذا السرعة يتقيد فيها مثلا، ما يروح اماكن مش معروفة مش ممسوحة ما فيها مثلا ليتات، فيها اطفال مثلا ياسين الناس مخيمين، انت ممكن سبحان الله تسوي بعد حوادث ان انت ما شفتهم تنزل من فوق سد وفي ناس ورا المكان، فالرؤية تكون وايد زينة، وبعدين انت يعني تكون في مكان بالفعل يكون مكشوف، ما يكون مكان بعيد حتى عن انظار الناس. يعني هاي البنت اللي اقولك عليها شافوها يعني دورية كانت على الشارع العام، شافوا البقي وهي طايرة فوق في السماء، فالناس راحت لهم، هم بعدهم ما بلغوا عن الحادث. نعم. عرفت كيف؟ سبحان الله هالأمور لازم الإنسان يعني يكون على الأقل ويا حد من الناس، ما يكون بروحه. صحيح. فالله يحمي الجميع إن شاء الله وما يكون. آمين آمين إن شاء الله. شكرا لك دكتورة دينا القدرة، استشاري ورئيس قسم الأوعية الدموية في مستشفى راشد، هذه المداخلة والنصيحة اللي قدمتينا إياها، ومن مثل ما نقول قصص واقعية أنت قدمتيها، يعني تشوفين من الحالات توصلكم للمستشفى، وهذه رسالة لجميع الأهل أنهم يكونون فعلا حريصين على عيالهم. شكرا دكتورة دينا، نهارك سعيد. شكرا دكتورة. شكرا لك. مثل حياتي. طبعا مثل ما تفضل دكتورة دينا، فعلا يا جماعة مسألة الوعي 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 الوعي، لازم احنا كأهل يكون عندنا وعي وما نتهاون في السلامة. السلامة هي رقم واحد. انا يعني في بيتنا
وعيالي دائما عارفين. ماما شو تقول دائما؟ اقول سيفتي فيرست، الامانه اول، الامن والسلامه اولا، لان ما في شيء يزعل اكثر من ان احنا نكون طالعين طلعه ومستانسين وطلعه عائليه، ولو سمح الله يسوي حادث مو بس ياثر علينا في حزتها، يكون له تبعات كبيره. قبل يومين بعد واحده من البنات في وسائل التواصل كانت كاتبه بعد ان ولد اختها بعد من الدراجات هذه الرباعيه، الولد عمره اعتقد 11 سنه ايضا انجلب عليه وطاحت الدراجه على راسه، فهو منوم في العنايه المركزه. فتوقعون، فتخيلون حاله امه شو تكون. فيا جماعه نباه نكون واعين، ما علي خليه يزعل، ما علي لا ما نعطي بيزات ببساطه، راعي الدراجه ترى ما راح ياجر لو انت، لو الولد ما عنده بيزات. احنا نروح مع عيالنا عند راعي الدراجه ونشوف اي دراجه بيركب، شو طرق السلامه في الدراجه. قبل مده كنت مودي عيالي صوب البداير في الشارجه وكان عندهم دراجات، عيالي كانوا مصرين ان ياخذون الدراجه الكبيره ويطلعون على العرقوب برا، ريال قال ممنوع، مسوي لهم حلبه مسكره للاطفال، لان عمر اظن قال 12 سنه قال ممنوع يطلعون برا، لازم داخل الحلبه المسكره. وفي كان في خوذه موجوده، وحتى من السلامه اللي عندهم يعطونكم الغطاء الراس اللي استخدامه لمره واحده بس، تعرفون هذا اللي يغطي الراس، لان ايضا ترى الخوذ ممكن تنقل امراض فطريات في الراس، قمل ممكن تنقل ترى الخوذات اللي تنلبس، فدائما يحرصون هناك يلبسون هذا الكفر البلاستيك اللي من استخدام مره واحده ويلبسوا فوقه الخوذه. فما نساوم في سلامه عيالنا على حساب الوناسه، ما نقول الا مره، ترى هي سبحان الله الحوادث تستوي من اول مره، تستوي في لحظه في ثانيه انت مو منتبه. ومثل ما قالت دكتوره دينا الحالات اللي ذكرتها، فنبال الجميع يستمتع وما تستوي حوادث نفقد فيها احبائنا، احبائنا يفقدون جزء من ريل او ايد او سمح الله يدخلون في غيبوبه او ياثر على حياتهم بعدين، فيباي دائما يكون عندنا وعي بهذا الموضوع. احنا حندخل الحين في اقول لكم الدراسه، دراسه هاي اليوم والله وايد حلوه. وجد علماء ان تناول ما يصل الى 4 فناجين من القهوه يوميا يمكن ان يساعد في انقاص الوزن والتخلص من الدهون. انا اتوقع ان قام اكمل الدراسه اوف كورس مو قصدهم الاسبانيش لاتيه والفرابتشينو والماكياتو، هذا الصف كامل هذا اللي كله عباره عن حليب مركز محلى حاط تارسينكم اياه وكله كريم، لا هم مو قصدهم هذا. نقرا الدراسه ونعرف اي قهوه هم قاصدين. حللت الدراسة استمرت 24 أسبوع تأثير القهوة على 126 رجلاً وامرأة يعانون من زيادة الوزن في سنغافورة. السنغافوريين كلهم ضعاف في يوم متاعهم، أظن ما شفت سنغافوريين متين صراحة، لا هم ولا اليابانيين. وطلب العلماء من نصف عدد المشاركين نصف أوكي، لأن السنغافوريين مثل ما تعرفون أصولهم مختلطة، يعني في ناس من الصين، في ناس من ماليزيا، في ناس من الهند، مو أصولهم تكون سنغافورية 100%. طلب العلماء من نصف المشاركين له أصولهم تكون من الصين وماليزيا أو الهنود شرب 4 فناجين من القهوة يوميا، أما النصف الآخر فقد شرب مشروبا يحاكي مذاق القهوة لكن ما في كافيين. على وجه الخصوص وجد فريق البحث في نهاية الدراسة أن أولئك الذين تناولوا 4 أكواب من القهوة الغنية بالكافيين يوميا على مدى 6 أشهر شهدوا انخفاضا في نسبة الدهون في الجسم بنسبة 4% مقارنة بغيرهم. وقال معد الدراسة الدكتور ديريك جونستون ألبريت من قسم التغذية في جامعة تي تشان بجامعة هارفارد، فوجئنا حقا بفقدان الوزن الملحوظ الذي يرجع بشكل خاص إلى فقدان كتلة الدهون بين أولئك الذين يشربون القهوة. وزعمنا الكافيين يؤدي إلى تكثيف عملية الأيض مما يؤدي إلى حرق مزيد من السعرات الحرارية وانخفاض الدهون الملحوظة في الجسم. وأكد الدكتور ألبرت أن بالرغم من اعتقاد بعض الناس بأن تناول 4 فناجين من القهوة يوميا يشكل خطرا طويلا الأجل على الصحة، فإن هذا المستوى من الاستهلاك كان ضمن المعايير الحالية في الدراسة. عشان المخرج ما يقول لي خلص البرنامج دكتورة، بس عشان نعلق على هالدراسة، أتوقع أن الدراسة كانت تعتمد على استخدام القهوة الأمريكية أو الأمريكانو، القهوة من غير حليب أنا أتوقع يعني، أو ممكن تكون اللاتيه أو الكابتشينو شيء فيه حليب، لكن ما يكون فيه مثل ما قلنا المشروبات الإسبانيش لاتيه وغيره وغيره اللي يكون فيه السعرات الحرارية أصلا جدا عالية. وأنا من وجهة نظري متواضعة أن القهوة تعمل على سد الشهية بشكل كبير، يعني أول ما تنشون الصبح لو شربتوا كوب قهوة ممكن تقعدون 4 إلى 5 ساعات من غير ما تأكلون شيء، خصوصا القهوة سودة، فتساعد على
سد الشهية شوية، إن تساعد على حرق الدهون. لحظة يا جماعة، قالت بس المخرج يقول لي بس خلاص، إن تساعد على حرق الدهون ترى قالوا بس 4%، 4% باقي الدهون بعدها موجودة. معناه شو؟ معناه في الحركة بركة، نحرك ريوننا ونسكر حلجنا شوية، نشرب شوية قهوة ونأكل باعتدال، إن شاء الله ينزل وزننا. فالمهم وصلنا لنهاية برنامجنا، برنامج صحة وسعادة لليوم. شكرا لتميرة المري، شكرا لنمر محمد عبده، والحين والقواسم معي في الإخراج. وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملا، إلى أن ألقاكم إن شاء الله غدا، أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.